باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن محمد، يمكن انا قلت في الانترو ان النادي الاهلي اتهاجم كتير واتكلموا عنه كتير، ودايما النادي الاهلي يعني ما بيردش، تعودنا كده من زمان جدا، من زمان تلاقي شائعات وتلاقي كلام من اول الموسم لحد اخر الموسم، ومع ذلك النادي الاهلي بيبقى رده في الملعب. تعودنا كمان من لعيبه النادي الاهلي على مدار العصور كلها ان لما بيكون في لحظه حسم حتى وان كانت عندك اكتر من فرصه، انما لحظه الحسم المناسبه لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيبقى ليهم الرد في الوقت ده. مظبوط، يعني مظبوط. هو يعني زي ما قال الكابتن علاء، وبضيف ان النادي الاهلي متعود على الهجوم، متعود ان دايما يعني الناس بتحاول انها تطلع اشاعات، ماده طبعا قويه جدا في الميديا عموما، اي مؤسسه اعلاميه عايزه تعمل اخبار وتبيع وتشتغل بتتناول اخبار النادي الاهلي وبتغطي اخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي اتعود على ان طبعا بيطلع عليه اشاعات كتيره، وده ده ده ضريبه البطل، ده ضريبه النادي اللي بيبقى لاعيبته ابطال ومجلس ادارته ابطال، ويعني كل ما يتعلق بما هو مثلا بيشتغل في النادي الاهلي او متولي مسؤوليه النادي الاهلي فمتعود على هذا الموضوع. النقطه اللي انا عايز اقولها ان دايما النادي الاهلي رده ما بيكونش في الاعلام، هتلاقي مسؤولي النادي الاهلي دايما ما بيردوش، فالرد بيبقى من خلال البطولات، الرد بيبقى من خلال الماتشات، من خلال الفوز بالثلاث نقاط، من خلال ان انت بترجع اقوى من ما كنت، لما بتحصل حتى دروب في بطوله الماء او في مباراه او اي مناسبه، لكن بيرجع اقوى من الاول، بيرجع باداء احسن، بشكل احسن، بتقديم احسن، مظهر احسن، كل الحاجات دي متعود عليها النادي الاهلي. لابد طبعا دي ضريبه البطل، ويعني دايما احنا كلاعيبه سابقين وكلنا كباتن لعبنا ومثلنا النادي الاهلي عارفين كويس قوي ان اي فرقه بتلعب النادي الاهلي يعني مش عايز اقول لك اللي مصاب بيخف، واللي مثلا في خناقات مثلا مع المدرب ولا حاجه كل الامور بتتصلح وكل الامور بتتلم عشان نلعب قدام النادي الاهلي، ويبقى واللعيبه كمان يعني غير الاجهزه الفنيه والمدربين بيحطوا مباراه النادي الاهلي دي مباراه عايز اقول يعني ريكلام ليهم ودعايه ليهم جامده، برضو اللعيبه نفس الكلام، لانه مباراه قدام بطل وقدام فريق بطوله وقدام لعيبه معظمهم بيلعب منتخب مصر ولعيبه دوليين، فده قدر النادي الاهلي، ولكن دايما النادي الاهلي بيرد بالرد المناسب اللي هو متعود عليه، وهو الفوز بالبطولات والفوز بالمباريات وتقديم عرض. خلي بالك النادي الاهلي كمان يعني حته مهمه جدا، في انديه تانية يا كابتن ايمن لما بيكسب الثلاث نقاط خلاص يقول لك ما انا كسبت، لكن النادي الاهلي جمهوره ما بيحبش المكسب بس، بيحب المكسب والاداء. يعني حتى في فترات كتيره جدا لما كان الفريق يكسب بس يقول لك ايه، لا احنا مش مبسوطين من الاهلي، الاهلي ماله، الاهلي ماله، الاهلي مش في حالته الطبيعيه، رغم انه بيكسب ومتصدر. بيحب الاداء والبطوله، بس الاداء والفوز. حاجه في محمد في النقطه دي، يعني من خلال مشاهدتنا لماتشات الاهلي والنتائج النادي الاهلي على مدار التاريخ، في بعض الاحيان انت بتبقى عايز تكسبه بس، يعني في البطولات الحاسمه مثلا انت افرض بتلعب بطوله او عندك ماتش زي بتاع النهارده وعايز تكسب فيه، انا من وجهه نظري انا يهمني النتيجه الاول قبل طبعاً. الاداء. بص يا كابتن، في اوقات النتيجه هي اللي بتلعب الدور الحاسم، وزي ما انت بتقول نهائي، نهائي كاس، نهائي دوري، نهائي بطوله افريقيا، الحاجات دي كلها يهمك فيها. كان بتكلم على عده ماتشات، يعني لما الاهلي يقعد مثلا كذا ماتش مش بيأدي الأداء اللي الجمهور بيحبه فبيبدأوا يكلموا، رغم إن أنت بتكسب الماتشات دي. فهي دي بس الحتة اللي أنا كنت قصدي أوضحها، لكن طبعًا في مباريات النتيجة أهم من الأداء بكتير، لأن أنت النهاردة مثلًا بتلعب نهائي أفريقي أو نهائي دوري أو نهائي كأس أو سوبر، مباراة سوبر مثلًا، والأداء بتاعك زي مباراة الزمالك اللي إحنا خسرناها في السوبر، إحنا كأداء كان افضل من النادي الاهلي واضعنا فرص اكتر من النادي الاهلي، لكن في اكتر من الزمالك اسف، لكن لما وصلنا ضربات الجزاء ما كناش موفقين، اليو باجي ما كانش موفق واهدر ضربه جزاء وضاعت البطوله. وخلي بالك ده كمان في ماتش الدوري، يعني لو جينا بالارقام هنلاقي النادي الاهلي كان افضل وفي ماتش الدوري، لكن انا اللي عايز اقوله ايه، ان ماتش السوبر ضاع منك بطوله، ماتش الدوري انت خسرت
كسبت بس ان شاء الله النهارده تحسن تتوج الفوز ان شاء الله الدوري رقم 42.